كنا انا وامه بسرمده، جينا لقينا هاللمية خير خير ان شاء الله خير، وانه هالزلمه منصاب ومضروب بعينه وهدميات عم بزت منه هيك. المهم اجى صار قال والله كان عم ينظف البطاريه، هالبطاريه عم ينظفها انفجرت البطاريه ضربت على عيونه. المهم بيجوا اهل الخير بيسعفوه للمشفى، من المشفى حولوه على مشفى الحكمي، عاينوا الدكتور وعالجوا، بعد ما عالجوا في عين من عيونه مجروحه والثاني حط لها عدسه لاصقه. انت عم نظف البطاريه، بعد ما نظفتها المفك عم خلصتها نظيف وركبها، بعد ما ركبتها ما شفت الا الانفجار وطلعت لبرا صرت قول يا الله عيوني عم يحرقني حرق ما بحسن فتحين بطول. في عندي طاقة لوح بطارية وجبت بطارية صغيرة عم نوصل عليها مشان تشحن شغل الليزر بالليل مشان الكهرباء. جيت هذاك النهار عم نوصل ما شفت الا فجرة البطارية على وجهي على عين اليسار، واخذوني اسعاف على باب الهواء وقالوا لي سوي لي عملية. اول عملية ما نجحت يعني اول بدايتها، عاد رحنا ثاني مرة سي عملية مش فدانا وطلبوا مني مبلغ $1000 وأنا زلمة فقير ما معي. من ناحية البطاريات نحن أكثر شيء منتشر بطاريات الرصاصية، فهي إضافة أنه مكونة من معدن رصاصي اللي هو يعتبر معدن سام مضر للجسم، تكمن خطورتها أنه هي قابلة للانفجار. مثلا بالمخيمات، المخيم مكان ضيق ومحصور، ضيق محصور ودرجة حرارة عالية، فلما عم تحط بطارية ضمن هالوساط ما في تهوية جيدة، حرارة مرتفعة، الغازات هدول الغازات القابلة للاشتعال راح يكون تركيزها أعلى، فيكون أي شرارة كهربائية. يعني مثلا لما يجي مستخدم بيوصل كابل أو لقاطة على قطب البطارية بتصير شرارة ممكن تنفجر.